وللإضاءة حول هذا الموضوع بصرنا نستقبل داخل استديوهاتنا رانيا المارية، خبيرة اقتصاد وتنمية بشرية. مساء الخير رانيا، أهلا وسهلا فيك معنا. وأيضا بصرنا نرحب بالأستاذ محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. بداية، إذا بدنا نعمل نوع من التفرقة أو التفريق يعني بين البنك الإسلامي والبنك التجاري العادي، ماذا يكون الفرق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لو حبينا نقول في البداية أن بدأ ظهور البنوك الإسلامية فعليا عام 75 في دبي كأول دولة أنشأت بنك اسمه بنك دبي الإسلامي، وانتشرت النهاردة على مستوى العالم من بنك واحد. النهاردة عندنا يصل حجمهم إلى أكثر من 850 بنك على مستوى في 70 دولة، دور أوروبية قبل الدور العربية والإسلامية، بحجم أعمال النهاردة حوالي 2 تريليون. في البداية كده هذا الكلام معناه أن هذه الصناعة نجحت انها تتواجد على السوق وتنافس البنوك التقليديه اللي بقى لها اكثر من 400 سنه، وانتشرت محليا عربيا وعالميا ودوليا. صح. اخر حاجه فيها كانت انجلترا، يعني حتى اصدرت قانون خاص بالبنوك الاسلاميه لغير ذلك من هذا الامر. نعم. فهذا الامر معناه ان هناك احتياج لهذا النوع من الخدمات وهذا النوع من المنتجات في السوق المصرفي، بيخدم شريحه معينه من المجتمع عايزه تتعامل مع نوع معين من المنتجات، وهي المنتجات المتوافقه مع احكام الشريعه. المتوافقه يعني هو فقط هذا البنك للمسلمين استاذ محمد؟ لا، مش مسلمين، ده لكله، للكل. بدل انجلترا اللي عم تحكي انجلترا، عم تحكي دول اوروبيه، معناتها هو شامل. بالظبط، هو بنك يخدم كل القطاعات اللي بترغب لهذا النوع من المنتج. نعم. النوع اللي متوافق مع محكمه الشريعه. أوكي. اساس ان هو بنك زي البنك التقليدي او البنك النمطي، ولكن بيقدم هذه الخدمات والمنتجات في ضوء احكام الشريعه الاسلاميه. طب فلنتحدث عن هذه الخدمات تحديدا. نعم. ما هي الخدمات؟ هو اصلا ايه العميل عايز من البنك؟ عايز منه حاجتين، اما عميل عنده فائض مالي عايز يحطه في البنك يحصل منه على الربحيه مقابل ودائعه، او عميل عنده عجز مالي كصاحب مصنع او صاحب مشروع عايز يحصل على تمويل. فاما ان انا اخد اموال من هؤلاء اللي عندهم فائض مالي ونعطيه الجزء الخاص بالعجز المالي. ولكن الاليه بقى اللي بيشتغل بيها البنك الاسلامي بتختلف عن الاليه بتاعه البنك النمطي او البنك التقليدي. البنك الاسلامي علاقته مع العميل المودع بيقول له انا هعمل لك استثمار لهذه الاموال مقابل جزء من الربحيه اللي تتحقق من هذا الامر، يعني العلاقه اللي بينهم يحكموا عقد مسمى عقد المضاربه. نعم. انا هاخد هذه الاموال اشتغل بها وما ينتج من ارباح انت لك مثلا 60% من هذه الربحيه وانا لي 40 مقابل جهد. وفي حال لم تحقق الارباح المطلوبه؟ هو عاده يعني حتى الان ما فيش حاجه لم تحقق ارباح، ولكن قد تنخفض، في حال قد تنخفض او تزيد الارباح. الجزئيه لان هو دايما اي بنك بيخش اي مشروع مش اي واحد عايز تمويل بديله تمويل، لا انا محتاج نعمل دراسه جدوى، دراسه ائتمانيه، دراسه ضمانات، باخد منه دراسات السوق، كل دي حاجات عشان تقلل المخاطر. يعني البنك عامه حتى البنك التقليدي ما يقدرش يمنع المخاطر، هو بيعمل ميتيجيشن ليها، بيحاول يحد من هذه المخاطر بالضمانات، الكفالات الى غير ذلك. فلما يجي العميل يقول له والله انا هحط فلوس دي، طب توقعاتك قد ايه تجيب ربحيه؟ والله الافرج ممكن يكون 7 8 9 حسب ما يطلع من نتائج النشاط. يجي على الجانب الاخر من البنك العميل بقى اللي عايز يحصل على تمويل، اللي مش عايز يحصل على قرض بفايده معينه، يقول له انت عايز ايه المشروع بتاعك؟ يقول انا عايز اشتري خط انتاج جديد، عايز النهارده اجيب مواد خام لمصنعي، عايز ابني مصنع جديد، عايز ابني فندق، عايز ابني منزل لبعض الافراد، عايز ابني فيلا، كل هذه الامور انا بقول له انا هعملها لك مقابل ربحيه، مقابل جهدي في هذا الامر. بمعنى ان العميل مثلا افترض ان هو عايز يشتري خط انتاج، انا بروح اتفق مع الجهه اللي بتنتج هذا الخط، الجهه اللي بتبيعه، وانا اشتري منها اولا حسب مواصفات العميل اللي طالبها، ثم اتملك هذا المشروع او هذا خط الانتاج، ثم ابيعه للعميل بربحيه معينه مقابل نتفق عليها مع بعضنا. نعم. الربحيه اللي باخدها دي مقابل ايه؟ مقابل اولا ثلاث حاجات، مقابل جهدي اللي بذلته في البحث عن السلع اللي هو عايزها سواء سياره او خط انتاج، مقابل مصروفاتي اللي صرفتها عشان احصل العميل على هذا المنتج، مقابل المخاطر اللي تحملتها، لان البنك النهارده في البنك الاسلامي او البنك اللي بيقدم منتجات متوافقه مع محكمه الشريعه، بنك بيتحمل مخاطر السلع اللي بيجيبها له، بيتحمل مخاطر عدم وصولها الى العميل، مخاطر انها تفسد في الطريق، مخاطر انها تغرق بالباخره، مخاطر ان هي يحصل لها اي مشكله، انا ضامنها ليه. نعم. فتحملت هذه المخاطر ومصروفات صرفتها وجهد بذلته مقابل هذه العناصر الثلاثه، انا بحصل على ربحيه من هذا العميل. ربحية.